پیام سرتیب ستاد مصطفی الشیخ رئیس شورای عالی نظامی ارتش آزادی سوریه به اعتصابیون و مجاهدان لیبرتی. به همه اعتصاب قضا کنندگان درود می فرستم و سازمان ملل خواستار مداخله در سریع ترین زمان ممکن برای پایان دادن به رنجهای شما هستم. ای مجاهدین خلق، به ایستادگی شما و به خانم مریم رجوی که پیشاپیش شما در نبرد است درود می فرستیم. این رهبری شایسته در راه احقاق حقوق شما و برای آزادی گروگان‌ها کارزار جهانی را به طور خستگی ناپذیر به پیش می‌برد. بسم الله الرحمن الرحیم. الاخوه المناضلون في مجاهدي خلق والمضربين على الطعام في مخيم ليبرتي، الاخوه والاخوات شركائنا في النضال، شركائنا في الصمود وفي المطالبة بالحرية، وهذا أبسط حق للبشرية أن تمارسه. الأخوة المجاهدين، إن حكم الملال بطهران حكم لا وطني قائم على الطائفية، والطائفية أثبتت عبر التاريخ أنها حكم الضعفاء وحكم الجبناء. لا يمكن أن يستمر نظام في طهران بهذا الشكل الطائفي على الإطلاق. هذا الحكم في طهران يشابه تماما الحكم في القرون الوسطى عندما سادت نظرية الإله المقدس في أوروبا، ثم جاءت الثورة الفرنسية لتسقط تلك النظرية. هذا هو حال حكم الملال في طهران وأزنابهم كالمالكي الذين مارسوا عليكم كل أنواع العنصرية والقمع والحالات اللا إنسانية التي تفتقد منها كل الإنسانية للأسف في العراق، في عراقنا الغالي الذين كنتم فيه تناضلون من أجل حريتكم وبالطرق المشروعة والسلمية، ولكم حقوق على هذا البلد. هذه الأعراف وهذه العادات وهذه التقاليد لدى الإسلام والمسلمين في كل أصقاع الأرض ولدى الأمم المتقدمة، لكن حكومة المالكي وميليشيات المالكي التي مارست عليكم هذا الاعتداء بالضرب والاختطاف والتجويع وفقدانكم لكل الحقوق إنما هو عملية عنصرية بامتياز. أيها الأخوة مجاهدي خلق، نحن معكم في خندق واحد، وأخوتكم السوريون يزيدون عن حريتكم بآلاف بل ومئات آلاف من الشهداء. أنتم جزء منه ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد في الوصول إلى الحرية. أيها الأخوة في ليبرتي المعتصمين والمضربين عن الطعام، وإلى الأخوة والرهائن الموجودين لدى المالكي والذين يعذبون، أقول لكم إن الفجر قارب أن ينبلج إن شاء الله، وستنتصر إرادتكم بإذن الله، لأن هذا النظام في طهران وفي العراق كما قلت لكم سابقا مبني على حكم طائفي، والحكم الطائفي مقدر له لا محالة أن يموت. والثورة السورية كما أشرت لكم سابقا هي جزء منكم وأنتم جزء منها، ومصيرنا واحد، وإن شاء الله موعدنا على النصر. أقدم تحياتي لكل المعتصمين ولكل المضربين عن الطعام، وأطلب بهذه المناسبة من الأمم المتحدة وكل منظمات الحقوق الإنسان التدخل لإنهاء معاناتكم بأقصى سرعة ممكنة، وممارسة دورهم الوظيفي والمناط بهم من قبل الأمم المتحدة، وأن يرفع يد المالكي عنكم وأن يعطوكم كل حقوقكم وممتلكاتكم، وهذا هو الحد الأدنى من حقوقهم. الأخوة في 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 مجاهدي خلق، وأحييكم وتمثلكم الأخت مريم رجوي، أقدم لها كل التحية والتقدير التي تناضل في مقدمة الصفوف وهي رمز من رموزكم الوطنية، والتي لا تهدأ ولا تنام ليل نهار وهي تطالب جميع الأمم وجميع الشعوب بالإفراج عنكم وبتحصيل حقوقكم. وإن شاء الله أنتم إن شاء الله منصورون، ونحن وإياكم على الطريق سائرون، وفرج الله عنا وعنكم ما نحن فيه، ولن يدوم الليل طويلا إن شاء الله. تحية لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.